فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يسأل عن العادة السرية ويقول إنه لم يستطع تركها وقد حاول كثيرا جدا وأنها تمنعه عن حرام أعظم، يقول فهل له رخصة في حرام يا أخي؟ كيف حرام؟ حرام تمنعه من حرام؟ كيف حرام ولا تجوز؟ فلا تعملها أبدا، تب إلى الله، ابتعد عنها، استعمل الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم تستطع الزواج، أول شيء تزوج، إنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فإن لم تستطع الصوم فإن لم تستطع الزواج فصم، فمن لم يستطع فعليه بالصوم. هذا الذي تعالج به الشهوة، وهذا يغنيك عن العادة السرية، إما الزواج وإما الصوم. نعم.